أستاذ إلهام حبيب الله، إمتى تنتكلموا على الحضانة؟ إلا كنا غنهضروا على مشكل ديال الحضانة فبطبيعة الحال غنهضروا على مشكل الحضانة من بعد وقوع الطلاق. علاش؟ حيت إلا كان يعني إلا كنهضروا على الحضانة كحضانة، راه فالحضانة هي مسؤولية الأب والأم أثناء سرايا العلاقة الزوجية، ما كاينش خلاف. حضانة عند الأب كيف ما هي عند الام. ولكن امتى تيطرح الاشكال؟ ملي كيكون لا قدر الله طلاق. اذا من بعد الطلاق عاد كيمكننا نهضروا على الحضانه والاشكاليات ديالها وكيفاش كتجي الحضانه. اكيد مازال غنتكلموا عليها. ما بعد الطلاق شكون الاشخاص المخول لهم حضانه الاطفال؟ اوتوماتيكمون الام. يعني حيت كاين بزاف ديال النساء مثلا ملي كي لا قدر الله تيبغيو يطلقوا تيقولوا لان استحالت استمراريه العيش مع هذا الزوج هذا، كيكون عندها تخوف تتقول لك راه يقدر ياخذ ليا الدري. لا، الحضانه اوتوماتيكمون عند الام. من مورا الام كيجي الاب. من مورا الاب كتجي ام الام. هنا كيسالي الترتيب اللي جات به مدونه الاسره، الام الاب وام الام. صف من موراهم الى هاد الناس بثلاثه كلهم ما كاينينش، وكتوقع كاين كل واحد وظروفه. هنا الملف كيتحال على النيابه العامه اللي كتختار من بين الملفات المقترحه عليها من اجل اللي كتشوفو يقدر يقوم بهذاك المحضون. واللي هو شنو الغرض منه؟ هو انه يقوم بالتربيه ديالو، التربيه السليمه، التقويم الديني الاسلامي، ويحافظ عليه يعني جسما ويحافظ عليه من مختلف الجوانب كما تنقولوا. واخا اليوم تنتكلموا على الحضانه في حاله الطلاق، شروط الحضانه كيفاش تكون؟ اولا خاص يكون السن القانوني بالنسبه لغير الوالدين. قلنا بان ممكن تكون الحضانه لغير الوالدين. ثم الاستقامه. أيه؟ ضروري ما تكون الاستقامة. وعاد كيفاش الاستقامة؟ ندرجوا شوية. يعني هاد السيد هذا ولا هاد السيدة اللي غتاخذ الحضانة ما يكونش عندها صوابق، ما يكونش عندها أحكام تدينها، ما تكونش عندها سمعة سيئة. وكذلك يكون من بين الشروط اللي خصها تكون انها تكون ملزمه بالحفاظ على الصحه وضمان واحد السلامه ديال الجسديه والنفسيه لهذا المحضون. هادو هما الشروط. ولكن حنا ملي كيكون الطلاق ماشي تنقلبوا في المراه واش فيها هاد الشروط باش نعطيوها الحضانه اوتوماتيكيا تتمشي لحضانه وليداتها الى ان يثبت العكس. الى ان يثبت العكس واخا تتمشي الحضانه للام الى غايه للأم. اي سن تتبقى الام حاضنه؟ 18 سنه عاد كتسقط الحضانه. علاش 18 سنه؟ لان في القانون المغربي سن الرشد القانوني هو 18 عام. اذا بمجرد ما كتوصل هذاك الطفل ولا هذيك الطفله 18 سنه كيسقط حق الحضانه. ولهذاك المحضون ما تنبقاوش نقولوا عليه محضون، كيولي راشد عنده الحق ديك الساعه يمشي فيما بغى، يختار مع من بغى يعيش. لا، الاختيار شكل اخر. سن الاختيار هو 15 سنه. واخا يعني هذاك المحضون هو عايش مع امه، بغى يختار، ما بقاش باغي يمشي عند حد اخر، ما بقاش باغي يبقى مع الام ديالو، بغى يمشي على عند الدرجه الثانيه اللي هي الاب. الاب عنده الحق يختار 15 سنه. 15 سنه من حقه قرر انه يمشي عند الاب ديالو. واخا نمشيو ونشاهدوا استاذه شهاده السيده ونكتشفوا مشكلها مع الحضانه وراجعين. هي وحده من بين حالات الامهات المطلقات اللي عانوا مع مشكل الحضانه. ساره اسم مستعار حكت لنا معاناتها مع عائله زوجها. ملي تزوجت بيه النهار الاول صافي، وكاع هذاك النهار الاول صافي بدا المشاكل. صافي هو ومو وخواتاتو وبا كلشي بحال ما كانش كيتصرف، حتى واحد فيهم ما كان كيتصرف معايا مزيان. صافي بعد المده صافي تزادت عندي ديك الدريه، ملي تزادت عندي ديك الدريه صافي عاد كثروا المشاكل. ملي تزادت الدريه قال لك حنا ما بغيناكش انتيا، حنا بغينا غير بنتنا. صافي حيدوا لي الدريه، قال لي ما ترضعيها ما والو، رانتي راه مريضه. ملي صافي تزاد الدري ثاني قالوا لي صافي سيري، قال سيري خرجي انت يا ولدك منك ليه كري ولا شوف اش ديري لي. مشيت ودعيتهم في المحكمه، قلت لي انا باغا بنتي، وجابوها لي قالت لي الدريه انا ما بغيتش ماما، قالت لي انا بغيت بابا. ديك الساعه الدريه لا عندها 4 سنين، قالت لي انا ما بغيتش ماما بغيت بابا. قالت لي
استاذه الهام حبيب الله، السيده في شهاده ديالها تقول ان بنتها من عمر 4 سنين قالت انا بغيت نمشي مع بابا، قانونيا واش ممكن؟ لا ما كاينش هذا الاحتمال نهائيا، ما خصوش ما كاينش ما خصوش يكون. علاش؟ لان المحضون كيف ما قلنا عنده سن الاختيار هو 15 سنة. فكنظن بان هذه السيده اللي خاصها ديرو شنو هو عندها حكم اييه اللي هو ديال الطلاق. الحكم ديال الطلاق راه تيتعطانا فيه اوتوماتيكمون الحضانه للام. اذا الوليدات راه ديالها عندها يعني في الحضانه ديالها. الاب او الام الاب دابا على حسب راه كتقول لك هي العائله ديال الاب خداو ليها البنت وقالوا لها زيد الدري، يعني فرقوهم، خداو البنت وقالوا لها خذي الدري وخرجي. هي شنو خصها دير؟ خصها تاخذ الابن البنت ديالها. باش غتاخذها كتفتح ملف على سلوك المسطره المدنيه بحالاش، لان كدير التبليغ وكدير التنفيذ وكاين شي مفوض قضائي وتياخذ كينفذ عليهم هذيك الحضانه، ارجاع الحضانه الى الام ديالها. شحال تياخذ الوقت هذا المسطره؟ مسطره عاديه جدا، ممكن تاخذ 10 ايام 15 يوم عادي. شنو غدير؟ وترجع لبنتها لعند الام ديالها حتى 15 سنه عاد هي تقرر الا بغات تمشي عند الاب ديالها. المحضونه اللي هي بنت 4 سنين اللي حتى نقولوا حتى 14 عام راه ما عندهاش الحق نهائيا تختار وتقول لا انا بغيت بابا وبغيت جداتي وما بغيت. لا، الوضع القانوني هو تكون مع الام ديالها. مع الام ديالها. الا كاين شي اشكال ديك الساعه شكل اخر يمشي. كاينه مساطر اخرى. مساطر اخرى لاسقاط الحضانه على هذه الام هذه. اسقاط الحضانه غنتكلموا عليه وغيكون موضوعنا في الحلقه المقبله ان شاء الله معاك من استشارات قانونيه. خلينا نرجعوا نتكلموا على الحضانه. ملي تنقولوا حضانه تنقولوا اجره الحضانه قانونيا. شنو هي؟ شنو تيدخل فيها؟ كيفاش كيتم تحديدها؟ الحضانه كتعطى هي الاجره، انت اجره الحضانه يعني ماشي نفقه وماشي سكن. أيه؟ كتعطى للام يعني كواحد المبلغ رمزي لمساعده هذه الام او لمكافاتها على ما تقوم به من مجهود مع هذوك الوليدات. وهذوك المبالغ ديال اجره الحضانه راه ما كتستحقها الام اللي حتى كتفوت 3 شهور ديال العده. أيه؟ من بعد 3 شهور ديال العده عاد كتبدا تاخذهم. عاد كتبدا تاخذ ذاك المبلغ. هذيك اجره الحضانه اللي كنلاحظوا هو انه كاين واحد الحيف. ملي كتلقاي مثلا احكام صادره فيها 100 درهم اجره حضانه ولا 150 درهم اجره الحضانه، هنا كديري بين قوسين كتقولي زعما كديلاش هاد 150 درهم. اشنو غادي دير بها؟ شنو غدير بها هاد السيده؟ واخا استاذ باش نوضحوا الصوره. نعم. اكثر فاش كنقولوا اجره الحضانه راه ماشي الماكله ولا الشرب الوليدات او لا، هذيك حاجه اخرى. هذه غير واحد بحال نقولوا واحد مكافأة لان الزوجه تقوم بحضانه الابناء ديالها بالنيابه على طليقها. بالنيابه على طليقها، ولكن كتبقى دائما المبالغ اللي هي ضعيفه بزاف، هزيله جدا. كيفاش كيتم تحديدها؟ واش بحسب مدخول ديال الرجل الطليق او كيفاش؟ دائما كيف ما كيتم تقدير النفقه وموجب السكن يتم تقدير اجره الحضانه. بيناس هذيك الام للمحكمه بان هذا السيد هذا راه عنده مداخل وبدات وسائل اثبات قدمها المحكمه، كتكون يعني مهنيه ومرتاحه في تقدير هذه الاحكام. حنا للاسف ما عندناش واحد الجدول اللي تيقول الاجره كذا وكذا عندها كدا اجره وكدا. حضانه دائما هي كتبقى سلطه تقديريه للمحكمه، ولكن هذه السلطه التقديريه يعني راها مؤطره بواحد الوسائل الاثبات اللي خاصها تدلي بها الام. دائما الام خاصها تجيب الوثائق اللي كتثبت هذاك الدخل ديال هذاك السيد. ولكن راه ممكن عاود نراجعوها. أكيد. يعني ماشي غير تحكمات لينا هذا العام هذا صافي، يعني غنقبلوا بهذاك الثمن هذاك المبلغ ونبقاو به ديما تيبلغ الطفل او الطفله 18 ممكن سنه. ممكن مراجعه اجره الحضانه كل شحال؟ ممكن كل سنه بعد الحصول على حكم نهائي، بمعنى يا اما يكون هذاك الحكم الابتدائي اللي حصلت به على الطلاق بلغاته وداز الاجل ديال الاستئناف اللي هو 15 يوم وما تمش الاستئناف ديالو، تالي صبح حكم نهائي، او لا يتم الاستئناف ديالو من طرفه ولا من طرف الاخر وصدر قرار استئنافي وبالتالي راه ولا حكم نهائي. اذا حنا عندنا حكم نهائي سواء في الحاله الاولى او لا في الحاله الثانيه داز عليه عام، هنا عندنا حق المراجعه. وهذه راه ساريه ماشي غير على اجره الحضانه، ساريه على النفقه وساريه كذلك على موجب السكن وساريه حتى على المراجعه ديال صله ديال الزياره اللي نقدروا نهضروا عليها حتى اليوم. بالحديث على الزياره، كيفاش يتم تنظيم الزيارات في حاله ان الحضانه تتكون للام؟ الاب شحال الوقت خصهم يمشوا عندو الوليدات؟ هنا غنشوفوا على حسب نوعيه الطلاق اللي تم. الا كنا كنهضروا على طلاق اتفاقي فهنايا المحكمه هي ملزمه باش انها
تكتب لنا او لا تصدر لنا واحد الحكم بناء على ذاك الاتفاق اللي داروه الوالدين. غير هو اللي خصنا نعرفوه ما عندناش شي حاجه في القانون المغربي سميتها لا غارد بارطاجي، حيت مثلا تيجي عندك سام اللي غيديروا طلاق مشترك تيجي تيقول لك بغينا نديروا حضانه مشتركه سيمانه عندي سيمانه عندك قياسا على الدول كاينه في عدد من الدول الاوروبيه. هنا في القانون المغربي ما كاينش شي حاجه سميتها حضانه مشتركه، حضانه للام، الحضانه للام، ولا بغات هي يعني في طلاق الاتفاق مثلا تتفقوا على ايام اكثر ماشي مشكل، ما حتى حد ما تيتدخل بهم. لكن المعروف هو ان في جميع الاحكام ديال الطلاق هذا الشيء في حاله الا ما كانش اتفاقي فالمحكمه هنا كتراعي السن ديال المحضون. مثلا الا تم الطلاق وكان المحضون بيبي رضيع حتى يرضع، حنا كنعرفوا بان الرضاعه فيها عامين، فما يمكنش هذا البيبي هذا غادي يمشي العامين يمشي مع الاب غادي يخرج عنده، لان المحكمه اوتوماتيكمون تتحكم كل احد من العاشره الى السادسه ولا الخامسه بعد الزوال. واخا استاذه حبيب الله غادي نحبسك هنا لان مهم جدا نشوفوا راي استاذه نبيله بن وحود بخصوص تنظيم الحضانات. الاتفاق يكون جد مهم لان بحسب مراحل العمريه للاطفال ديالنا في حاله الحضانه اختلاف كيختلف احتياجهم للحضور الأبوين ديالهم. مهم الاتفاق هنا بيناتنا بعيدا على الأحكام اللي غتخرج بها المحكمة وعلى شنو اللي تيقول القانون، الاتفاق لما هو المصلحة الوليدات ديالنا بيان سور المصلحة ديال الوليدات. كي قالت الأستاذة إلهام أن ملي تيكون رضيع راه ما يمكنش غادي يمشي مثلا عند الأب أو عائلة الأب ويبقى مثلا بالنسبة لعطلة العيد يعني 3 أيام ولا 4 أيام، كيفاش هذاك الطفل غادي يرضع؟ مانتونو بعيدا عن الرضاعة كيفاش الحالة النفسية ديال ديك الطفل؟ كيفاش كيحس براسو بأنه كيمشي من البلاصة وماقيش كيشوف ماماه؟ إنما نساوش بأن في واحد الفئة عمرية محددة غياب احد الابوين راه مشكل كبير بالنسبه للطفل، ومني كيكون غياب الام كيقدر يكون واحد لو شوك سيكولوجيك كبير بزاف عند الطفل لانه ما كيفهمش واش دابا هو مشى ودابا مني خداني ثاني من عند ماما ومشيت عنده واش ما باقيش غنشوفها. وهنايا فين كيكون لي المشاكل النفسيه بحال ديك التواصل مهم، التواصل مهم نشرحوا لهم كيفاش غتكون هذه المرحله من حياتنا. والحاله زينب الا سمحتوا لي الحاله اللي شفنا في يعني في الفيديو ديك الام اللي كتهضر على الطفله ديال 4 سنين راه ما يمكنناش نحطوا الطفل في ديك السن في يعني في التساؤل، ما يمكنش نبوستيو الطفل يبدا كيقول لك لا راه طفلي غيختار واش غيعيش مع ماما ولا بابا. هنايا الجانب النفسي مهم جدا، راه كنتكرفصوا عليهم ملي كنقولوا لهم اجيو اختاروا اولا شفتي انت راه عندنا حيف لانك اختاروا تمشي عندهم ولا الاختيار الوليد ليا والبنيتة ليك سي غاف. هنايا لان بصح ان الامباكت غادي يكون كبير جدا جدا جدا. القانون جا وقال لنا 15 سنه في الاول راه كان 12 سنه سن التمييز، اما دابا 15 سنه كنظن بان حتى يعني المراهقه شويه ديالهم تحضر وكونوا جاهزين للاختيار وفاهم شنو كاين. هذا من جهه. نرجع للنقطه اللي قلت لك على قضيه ان مثلا هذاك المحضون هو رضيع، فراه المحكمه ما تتعطيش لهذاك الحق ديال الزياره نهار كامل، كتقول لك ساعتين يجي يديه او لا يشوفه في البلاصه اللي هو فيها ويمشي ويمشي. علاش؟ لان ماكسيموم ان هذاك البيبي غادي يحتاج الام ديالو. من هنا كنكونوا كنهضروا على فوت عامين، يعني غادي نقدروا نقولوا حتى باختصار الا كان ممكن استاذ لنا ما بقاش عندنا كيعطيونا نهار يعني من 10 حتى ل 5 العشيه. احيانا بعض الاحيان الاب ومن حقه انه ما يعجبوش هذاك النهار لان حتى هو اب وباغي يشوف وليداتو، له الحق باش يدير واحد المسطره سميتها مراجعه الزياره. كيزيدوه ايامات ممكن ويكاند ممكن ويكاند سور دو سبت واحد ايه سبت واحد لا، بالاضافه الى اليوم الثاني من الاعياد الدينيه جوج الاعياد عندنا ثاني ثالثا وهذه هي اللي مهمه بزاف النصف الثاني من العطل المدرسيه. يعني النصف الاول يدوزوا مع الام ديالو والنصف الثاني يدوزوا مع الاب ديالهم والنصف الثاني مع الاب ديالو. وانا كنشوف بهذه المساله هذه نقطه مهمه لانها كتعطي فرصه كيف ما قلت يا دكتوره باش ان هذوك الاطفال يكون توازن نفسي، يكون توازن نفسي. الاب خاصو يشوف وليداته وبزز منه خاصو يشوف ولادو. انا ما نكرهش هذه الاحكام تخرج اوتوماتيكيا من الاول ماشي حتى دير مراجعه. علاش؟ باش الاب يبقى قريب لوليداته ولوليداته هما بقاو قراب الاباء ديالهم. وغير باش نختم ما نطولش صافي سالي دابا هاد المساله تاع الزياره ملي كتكون النصف الثاني ديال العطال كيكون واحد الاشكال امتى غادي يجي، واش النهار الاول ولا الثاني ولا الثالث. المراه خصها تبقى جالسه يعني ديك الاسبوع كامل كتسنى
حنا كنمشيو لو بير ما كاينش التواصل اللي وصل المطلق راه وصل مع عدم التواصل للاسف للاسف هنايا كيكون مشاكل ديال التحايل من اجل اسقاط الحضانه هذه كنفضل نردوا البال لها ونتكلموا عليها في الحلقه المقبله مهمه بزاف وكاين مساطه اللي كدار من اجل الحد من التحايل على هاد الزيارات وما ناخذوا سبب اسقاط الحضانه نعم. على الام ناخذوا بعين الاعتبار ان نفسيه الابناء ديالنا ما بعد انفصالنا لا قدر الله مهمه جدا جدا القانون تعطيك الحق تجي تزور وليداتك ولكن ما فيها بس خلقوا واحد التفاهم بيناتكم جي طلع لهم ولو غير نص ساعه في النهار ربع ساعه شوف شنو داروا في ليكول شنو كيفاش كان نهارهم كيفاش داز باش كبروا وليداتنا ماشي كنتبع كاع الاحكام لا تفهموا بيناتكم لقاو حلول ما تفهمتوش كزوج وزوجه ما كيمنعش انكم تكونوا متفاهمين وديروا الافضل لوليداتكم باش يكونوا في صحه نفسيه ويكونوا بخير ويتقبلوا من بعد في المستقبل انهم يكونوا ازواج ناجحين استاذه شكرا لك ما سخيناش بالموضوع مازال فيه كثير من المعلومات غادي نطرقوا لها اكيد في حلقاتنا المقبله مشاهدينا